بحال المواسم القديمه، ناقصه على المواسم القديمه. كل عام كتنقص. هذا العام ناقص اكثر. دابا بالنسبه لهذا العام احنا باقيين دابا بالسلامه العيد الاربعاء ولا الخميس، موالفين كنخدموا احنا بسيمانه قبل العيد، هي اولى الاثنين. ولكن بالنسبه للترونسبور يومين ما كافياش، الله يكون في العون. الناس راه عدا طريطات، عندهم مويل قريم كيتخلصوا، عندهم مشاكل تابعاهم، عندهم الخدامه، وما كلشي معول على العيد، وشي حاجه ما كايناش. انت كتشوف دابا شحال مكار دابا واقف هنا لمراكش، بالنسبه لمراكش دابا واقف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، واقف 14 كار هنا قدامنا حنا. خلي على كاين شي حاجه لداخل في الرصيف وداكشي، الاسباب الوقت عيان، الوقت ضعيفه شويه، الله يكون في العون. مع القرايه، مع بنادم باقي القرايه عاوتاني القرايه يخرجوا. بالنسبه لهادشي اللي كاين دابا ما كاينش المشكل اللي كاين، راه باين والله يكون في العون. الناس مضروره، الغلاف كلشي في المسائل، من غير الكيران على الترونسبور. بنادم بغى يسافر اليوم 500 درهم ولا 600 درهم وعاوتاني يقلب على باش يرجع، ومزاحمه، ماشي شي عطله فيها 15 يوم ولا 20 يوم اللي غيخرج فيها بنادم. هو هادشي اللي كاين استاذ خويا. بالنسبه يعني الناس اللي كيتخوفوا من الاثمنه ديال التذاكر وكيضطروا انهم ياخذوا وسائل اخرى مثل القطار، ما كاينش تذاكر، هي تا هي فينا هي دابا 90 درهم معلقه عندنا حنايا، هي 90 درهم هذيك الطريفه ديال 1994، ما زيداش فيها شي حاجه من 94، يعني 30 سنه باقا فيها. بالنسبه لمراكش 60 درهم 70 درهم عاديه، ماشي شي حاجه. بالنسبه لفاس، راه الطريفه ديال فاس 80 درهم، الكار برومير كلاس 80 درهم، راه ماشي كاين شي حاجه اللي زيده. بالنسبه لمكناس 70 درهم طريفته عاديه، بالنسبه للجديده 30 درهم، بالنسبه للخريبكه 40 درهم راه معروفه، بالنسبه للرباط 25 درهم راه معروفه، تدخل المحطه رباط قطاع 25 تركب هنا 25، بالنسبه للسلا 30 درهم، بالنسبه للوزه راه 90 درهم، ما كاينش شي حاجه اللي زيده، وتطوان 90 درهم، ما كاينش شي حاجه مرضي الوالدين اللي زيده، ما كاينش حاجه. بالنسبة للثمن الطريفة عادية خويا، ولكن الإقبال ناقص الله يسعد العام، ماشي بحال الأعوام اللي دازت. الأعوام اللي دازت كانوا البلايص، كان بحال دابا البلايص كيمشيو يجيو السوبليمات، دابا ما كاين لا سوبليمات لا والو. الكيران ديال الساعة باقي ما داروش، ما عامريش السوايع، هما مالي السوايع وكنشوفهم ناقصين، هذا الشيء اللي كاين. السبب عدم الإقبال ديال الناس؟ عدم الإقبال أخويا كيقولوا كاين التران، وقيلا زادوا الخطوط ديال الإطارات، هذاك الشيء اللي هما المهرسين من هذا الشيء. ترونسبور ديال الكيران. الثمنه كيكونوا السوبليمات كيزيد واحد 25% ولا 20% على حساب الروتور. المازوت راك غالي وراك عارف الصواير والمازوت، هذاك الشيء علاش كاين، هذاك الشيء علاش كينقصوا، كيتزاد واحد 20 درهم على حساب الترونجيات. كتكون مثلا خريب ب 40 كيديروا لها 50، كيديروا لها 10 درهم على حساب الروتور السوبليمات باش يلاه كيجي حساب هذا. شنو المشاكل كتبقى في المحطة؟ والمشاكل راه ما كتخطا حتى شي بلاصة، ما كتخطا المشاكل فيما مشيتي، كاين المشاكل في أي دومين. ها هو المشاكل خاصها تكون محدودة وصافي، ما تكونش فيها ضرر للمسافرين والكيران والكيران، هادشي اللي كاين.